him Jesus. In the East they call him Isa, Messiah, Christ, the same person that you speak of. Ask me why I wrote the song and I will tell you, because there's too many people silent. It's time for me to speak up. The son of a virgin, they say it is illogical, probably improbable, but God made it possible. Gabriel told Mary that her son would be phenomenal. His voice was always audible, the opposite of prodigal. He overcame the obstacles, people attacking him. He was a walking hospital with healing. He was passionate, he cured the sick, raised the dead. أعزائي المشاهدين، بحييكم من العاصمة الأمريكية واشنطن بفقرة فنية جديدة. وكمان ضيفنا هو مميز جدا، تم دعوته ليشارك الرئيس أوباما بمناسبة تشارك الأديان لسنتين على التوالي. كما هو فنان، حول الأناشيد الإسلامية إلى عالمه الخاص، إلى عالم الهيب هوب والراب. عم نتكلم عن فنان بيعد وبيكتب وبينتج أغاني كمان، هو الفنان مو صبري. أهلا وسهلا بك في برنامج اليوم على الحرة. مو، أول شيء بيخطر على البال إذا ما عرفك لأول مرة لجمهور العربي أو جمهور الشرق الأوسط، كيف بتعرف عن حالك؟ أنا مغني راب أمريكي مسلم. مو، مثل ما ذكرت بالمقدمة، حضرتك قدرت تنقلت الأناشيد الإسلامية إلى عالم الخاص، إلى عالم الهيب هوب والراب. كيف تمكنت أنه تنقل عالمين مختلفين تماماً عن بعض؟ الأسلوب الذي أكتب به هو أسلوب شعري في كتابة الأغاني، لما يشكل الشعر من أهمية بالغة في الثقافة الإسلامية. وأكتب عن الحياة وأيضاً حول الإسلام والأشياء المهمة بالنسبة لي، ثم أضعهم في أسلوب الهيب هوب. طبعا ممكن في سبب كثير كبير انك تيجي على العاصمه الامريكيه واشنطن، هي مناسبه تشارك الاديان. يعني بليز خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. جئت الى واشنطن من اجل حضور مادبه افطار لتحاور الاديان الوطني الذي يقام سنويا ويشارك فيه الرئيس اوباما. وقد تم اختياري لانني كتبت اغنيه ليسوع او النبي عيسى التي بينت التقارب بين دين الاسلام والمسيحيه. ولأن تشارك الأديان مهماً كثيراً لي، أود مد جسور التواصل بين الأديان وأظهر أوجه التشابه. مو، أنت عم تتكلم على أغنية يلي حققت أكثر من 1,000,000 مشاهدة على يوتيوب، برأيك أنه هالأغنية كانت هي محطة أساسية بمسيرتك الفنية؟ أحب الناس هذه الأغنية كثيراً وساعدتني على بناء الجسور. هنالك أشخاص في أمريكا وفي العالم الإسلامي يودون سماع أغنية تحمل هكذا معاني. هؤلاء الأشخاص يريدون أن يبنوا صداقة مع العالم الأجمع. هذا ما يبين حاجة الإنسان بالتواجد مع غيره من مختلف الأديان والمعتقدات، وهذا كان هو هدفي من هذه الأغنية. فشعرت بفرح كبير بالتفاعل الإيجابي للأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكم الهائل من المستمعين لهذه الأغنية المميزة. يعني طبعاً مو، من بعد حادثة 11 سبتمبر، يعني هل كان هذا الحدث بحد ذاته مثل أنه سبب تصحيح صورة الإسلام بالعالم أجمع؟ السبب الرئيسي لكتابة أغنية المسيح عندما شاهدت كليب لأغنية تحمل معاني سيئة حول الإسلام، وكوني موسيقي وأمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، تساءلت لماذا لا أستعمل هذا المنبر لأقول الحقيقة. بدأت بعمل الموسيقى لمدة طويلة، ولكنني لم ألتجئ إلى هذا الأسلوب الذي اعتمده اليوم. وعندما قررت بفعل ذلك، النتائج كانت مرضية تماما، ووصلت لعدد كبير. ودائما هدفي الأساسي هو توحيد العالم أجمع عبر أعمالي، وسأستمر بفعل ذلك بألبوم المقبل. كما ذكرت بالمقدمة، بتكتب وبتنتج وبتعد أعمالك، كيف ممكن أنه شخص وان مان شو يقدم كل هالعمل وحده؟ كموسيقي أحب أن أتابع عملي بكل أوجهه لأوصل الرؤية التي أريدها بالكامل. منذ الصغر عزفت على الآلات الموسيقية كالأوركسترا والدبل بيس، وتعلمت بنفسي لاحقا أن أعزف على الجيتار، حيث استلهمت معظم الألحان التي حولتها إلى ألحان الراب بأسلوبي الخاص، ومزج ستايل الروك في بعض الأحيان ومزجها بالآلات الموسيقية الأخرى. هذا المزيج كان خاصا جدا. مثل ما شفنا أعمالك كلها متواجدة على مواقع السوشيال ميديا، وشفنا مؤيدين كتير لإلك ومشجعين ومحبين لإلك كمان على كل الصفحات، وشفنا كسبت منها كتير. قدمت لك السوشيال ميديا اليوم؟ هل لو ما كان في سوشيال ميديا، هل كان اليوم مو صبري موجود بهالموقع اللي وصلت له بوقت كتير قليل؟ حضرتك يعني young rapper. It was really cool how my music
صراحة كان شعورا رائعا كيف أصبحت أعمالي منتشرة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. أصبح المحبين يتقصون أخباري عبر الإنترنت وازدادت الأعداد لتسجل بعض أعمالي أكثر من 1,000,000 مشاهد، وأنني أتواجد بشكل متواصل عبر صفحاتي الرئيسية في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى موقع الرئيسي mosabri.com. Took it to the borders and made runs for her. Never cheated on her. Never was I one to tell her lies. 'Cause she could see my soul when I looked into her eyes. I wasn't broke, but I was broken. Every moment I was hoping you would open up a rope and throw it before I drown in the ocean. I was frozen and choking on the words that I've spoken. Wish that I could just go and redo the choices I've chosen. 'Cause I was lost. You found me. I found love. I found peace. I found truth and mercy. I found you, Ya Rabbi. مو كلمات رائعة جدا من غنية يا ربي. خبرنا أكثر عن هالغنية. This song is called. هذه الأغنية تحت اسم يا ربي من ألبومي الجديد. هذه الأغنية تتكلم عن المرحلة التي بدأت أكتب فيها أغاني عن الإسلام. هلا أنت عم تشتغل على ألبوم جديد رح ينزل أمتى؟ خبرنا أكثر عنه كمان. I'm working on my new album. ما زلت أعمل على الألبوم الجديد وإن شاء الله سيبصر النور في بداية موسم الصيف. ولمعرفة المزيد يمكن للمهتمين أن يتابعوا أخبار الألبوم عبر فيسبوك وتويتر. يعني مو قبل ما نحكي عن الكونسرتس والتورز، في غنية واحدة سونج يعني كثير وتطلع على الستيج وتغنيها when you sing it. كل الستيج بيتحمس كثير. شو هي الغنية أكثر شيء كان أول نشيد أعددته تحت اسم الجنة أين هو قلبها؟ عيشة. والأغنية تتكلم أن فتاة تأثرت بعيشة وأن تملك شخصية مماثلة لها والكلمات تقول You could be my Aisha, always being righteous. Need you in my life, yup. You could be my wife, yup. They say love's a battle, you know that I'll be a fighter. Destination heaven, you're my weapon in the cipher. But I'm just a rider, I speak truly. My heart is on fire, spitting eyes about beauty. مو خبرنا يعني محضر انت كونسرت وورلد وايد وكمان حتى بامريكا، خبرنا اكثر عن مشيعك، وين رح تكون متواجد، كيف فين الفانز يشوفوك لايف؟ أنا ممتن كثيراً لمحبيني من جميع أنحاء العالم. دائماً أنظم جولات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالإضافة إلى أوروبا، ولكني أخطط مؤخراً للذهاب إلى العالم العربي. يعني أنا بحب أذكر أو أنا منشن يعني أنت أول مسلم رابر يعني بتنقل الموسيقى من الأناشيد الإسلامية إلى ستيل الراب، يعني حضرتك حالة فريدة من نوعها. خبرنا هلأ أكثر عن الألبوم اللي تصدر الشارتس بالآيتونز لأول جمعة، يعني بين الأوائل 5 الأوائل وأخذ وورد تشارتس يعني توب 5، خبرنا أكثر عنه. So my first album was called The Overnight. أول ألبوم كان لي بعنوان الكلاسيكية بين عشية وضحاها منذ عامين قبل أن نتحول إلى الأناشيد الإسلامية، وألبومي الأول تصدر لائحة الألبومات الخمسة الأولى لأسابيع عبر آيتونز. شكرا لكل الأشخاص الذين اشتروا الألبوم، وكان لي الشرف بتصدر لائحة مهمة في عالم الموسيقى وإلى جانب مغنين كبار، وأتأمل بنتائج أفضل لألبومي القادم إن شاء الله. مو صبري، أي فنان عالمي أم حيلا شخص تأثر بموسيقتك أو أعطاك الاندفاع بأن تسلك هذا الخط؟ أولاً تأثرت بديني الإسلامي، وطبعاً الله أعطاني القوة والدعم بأن أتكلم بأعمالي، وكما تأثرت بتعاليم محمد رسول الله. وعلى الناحية الموسيقية تأثرت بالمغني اليهودي ميتسهيو كونه يهودي تكلم عن الحياة والسلام وتعاليم الله، وتأثرت كثيراً بموسيقاه. من كلماتك وألحانك وأغانيك شو الأوريجينال مسج؟ شو عم تجرب توصل للعالم؟ أود أن أقول للعالم بأن تكون فخوراً بنفسك وبغيرك، رحب بالسلام وتعايش مع الآخر، وهذا ما أوجه فيه كلماتي ضمن أناشيدي الإسلامية. مو يعني فعلاً كان اللقاء مميز جداً، بتمنى لك الخير والتوفيق بالمراحل القادمة بمسيرتك الفنية، وإن شاء الله نشوفك على ستيج بالميدل إيست وخاصة بالعالم العربي. شكراً جزيلاً لك. Thank you for having me. She got soul, yeah, she got spirit, and she's got different. Hear it in my lyrics, I got the feeling, hands up to the ceiling. She never does wrong, but still wants to be forgiven, yeah, she got class. Life is a test, and she just wanna pass. She don't want the money, the cause, or the cash. She just